design higher order multiplexer using lower order multiplexer. تصميم نوع من المولتبلكسر باستخدام نوع آخر يحتوي على عدد أقل من الانبوتس لاين. هذه الطريقة أيضا تسمى بالمولتبلكسر تري، لأن عندما يتم تصميم مولتبلكسر بعدد انبوتس أكثر باستخدام مولتبلكسر يحتوي على عدد انبوت أقل، يبدو التصميم أشبه بالتري. تلاحظون هذا البرانش يمثل لنا 2 to 1 مولتبلكسر. الاوتبوت لاثنين 2 to 1 مولتبلكسر هو انبوت لمولتبلكسر اخر 2 to 1. الاوتبوت لهذين المولتبلكسر هو انبوت لمولتبلكسر اخر 2 to 1. تلاحظون اذا لاحظنا الانبوت لاين 8 الاوتبوت لاين 1، نستطيع تصميم مولتبلكسر بعدد انبوت 8 باستخدام مولتبلكسر بعدد انبوت 2. ناخذ مثال construct 4 to 1 مولتبلكسر using 2 to 1 مولتبلكسر. المطلوب تصميم مولتبلكسر يحتوي على داتا انبوت لاين 4 باستخدام مولتبلكسر يحتوي على داتا انبوت لاين 2. أول ملاحظة لمثل هذا النوع من الأسئلة، نحدد عدد المداخل للمولتبلكسر المطلوب تصميمه، ونحدد عدد المداخل للمولتبلكسر المتوفر الذي يتم استخدامه للتصميم. المولتبلكسر المطلوب تصميمه يحتوي على عدد مداخل 4. المولتبلكسر المتوفر عندنا اللي نريد نستخدمه بالتصميم يحتوي على عدد مداخل 2. نقسم عدد المداخل للمولتبلكسر المطلوب تصميمه على عدد المداخل للمولتبلكسر المتوفر، 4 تقسيم 2 2. نلاحظ ناتج القسمة هل أكبر أو يساوي عدد المداخل للمولتبلكسر المتوفر؟ نلاحظ يساوي، إذن نقسم ناتج القسمة مرة أخرى على عدد المداخل للمولتبلكسر المتوفر للتصميم. الناتج أصبح 1، إذن نتوقف عن القسمة. الآن عدد المولتبلكسر الكلية اللي راح نستخدمها بالتصميم كم؟ نجمع الناتج الأول 2 زائد الناتج الثاني 2 زائد 1 يساوي 3. إذن 3 مولتبلكسر من نوع 2 to 1 مولتبلكسر نستخدمها بتصميم المولتبلكسر 4 to 1. الآن حددنا عدد المولتبلكسر اللي راح يتم استخدامها لتصميم المولتبلكسر من نوع 4 to 1. بعد اللي نحدده موقع السلكشن لاين. احنا نعرف انه بالمولتبلكسر 2 to 1 عندنا سلكشن لاين 1، بينما بالمولتبلكسر 4 to 1 عندنا 2 سلكشن لاين. اول 2 السلكشن لاين لهم راح يكون S0. المولتبلكسر الثالث السلكشن لاين له يكون S1. نلاحظ البلوك دايجرام، أول 2 مولتبلكسر السلكشن لاين لهم S0، ال S0 يمثل لنا الليست سيجنيفيكانت بت. ثالث مولتبلكسر السلكشن لاين له S1، S1 يمثل لنا الموست سيجنيفيكانت. إذا كان لدينا 4 to 1 multiplexer وكان السلكشن لاين S1 S0 1 0، الأوتبوت إيش راح يساوينا؟ راح يساوينا الداتا انبوتس اللي موجودة على اللاين I2.
نلاحظ هل هذا التصميم يؤدي نفس الوظيفة للمالتيبلكسر بورت 1؟ السلكشن لاين S0 0 اذا 0 على هذا اللاين، 0 على هذا اللاين، الاس 1 1 اذا 1 على هذا اللاين. عندنا مالتيبلكسر 2 تو 1 السلكشن لاين الى 0، اذا الاوتبوت ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا الداتا انبوت اللي موجوده على الاي 0. عندنا سلكشن لاين 0 للمالتيبلكسر 2 تو 1 الاوتبوت ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا البيانات الموجودة على الداتا انبوت لاين I2. عندنا مالتيبلكسر السلكشن لاين الى 1، الاوتبوت ايش راح يساوي لنا؟ الاوتبوت يساوي لنا I2. اذا نلاحظ المالتيبلكسر يؤدي نفس وظيفة المالتيبلكسر 4 to 1. ناخذ مثال اخر، كونستراكت 8 تو 1 مالتيبلكسر يوزنج 2 تو 1 مالتيبلكسر. المطلوب تصميم مالتيبلكسر يحتوي على انبوت داتا لاينز 8 باستخدام مالتيبلكسر يحتوي على انبوت داتا لاين 2. اول خطوه قلنا نلاحظ عدد الانبوت لاين للمالتيبلكسر المطلوب تصميمه 8، عدد الانبوت داتا لاين للمالتيبلكسر المتوفر اللي راح نستخدمه بالتصميم هو 2. نقسم 8 تقسيم 2، 8 تقسيم 2 4، الأربعة أكبر أو تساوي الداتا انبوت لاين للمالتيبلكسر المتوفر أكبر، إذا نقسم الأربعة مرة أخرى على 2، 4 تقسيم 2 2، 2 أكبر أو يساوي الداتا انبوت لاين للمالتيبلكسر المتوفر يساويها، إذا نقسم 2 مرة أخرى على عدد الانبوت لاين للمالتيبلكسر المتوفر 2 تقسيم 2 1. نتوقف، تلاحظون انه بالمالتيبلكسر المطلوب تصميمه عندنا عدد السلكشن لاين 3، بالمالتيبلكسر اللي راح نستخدمه للتصميم عندنا عدد السلكشن لاين 1. الان خلاحظ كم مالتيبلكسر نحتاج من 2 to 1 مالتيبلكسر لتصميم المالتيبلكسر 8 to 1 مالتيبلكسر. نجمع 4 زائد ناتج القسمة الثاني 2 زائد ناتج القسمة الثالثة اللي ظهر لنا 1 ويساوي 7. إذا عدد المالتيبلكسر اللي من نوع 2 to 1 مالتيبلكسر 7 نحتاجها لتصميم المالتيبلكسر 8 to 1 مالتيبلكسر. السلكشن لاين شلون راح يكون توزيعها؟ اربع مالتيبلكسر راح نعطيهم السلكشن لاين S0، 2 مالتيبلكسر بالليفل الثاني راح نعطيهم سلكشن لاين S1، مالتيبلكسر واحد راح نعطيه سلكشن لاين S2. الS0 تمثل لنا الليست سيجنيفيكانت بت، والS2 تمثل لنا الموست سيجنيفيكانت بت. نلاحظ البلوك دايجرام، تلاحظون انه اول ناتج قسمة ظهر لنا 4، اذا الليفل الاول نضع به 4 مالتيبلكسر. السلكشن لاين لكل مالتيبلكسر هو الS0 اللي سيجنيفيكانت بت. ثاني ناتج قسمة ظهر لنا هو 2، اذا الليفل الثاني يحتوي على 2 مالتيبلكسر. السلكشن لاين الى S1، مداخل كل مالتيبلكسر تمثل لنا الاوتبوت للمالتيبلكسرز بالليفل 1. ثالث ناتج قسمه ظهر لنا 1، السلكشن لاين للمالتيبلكسر S2. تلاحظون انه الانبوتس للمالتيبلكسر بالليفل الثالث مثل لنا الاوتبوت للمالتيبلكسر بالليفل الثاني. نلاحظ جدول عمل
الـ 8-to-1 multiplexer. نفترض أنه الـ enable input متفعل بكل المالتيبلكسر المستخدمة بالتصميم. الـ enable input إذا تم تفعيله نعطي logic 0. مثل ما تلاحظون أنه الـ enable input active low. إذا تم تفعيل الـ enable input وكانت قيمة selection lines 1 0 0 1 للS2 وصفر للS1 وصفر للS0، الأوتبوت إيش راح يساوينا؟ راح يساوينا الداتا أنبوت اللي موجودة على الأنبوت I4. نلاحظ هل هذا التصميم يحقق وظيفة الـ 8-to-1 multiplexer؟ إذا كانت الS2 1، إذا نضع على اللاين الS2 1، الS1 0 نضع على لاين الS1 0، الS0 0 نضع على لاين الS0 0. نلاحظ بالمالتيبلكسر ليفل 1، تلاحظون رقم المالتيبلكسر هنا I، هنا I2. نلاحظ بالمالتيبلكسر الأول الS0 0، إذا الأوتبوت إيش راح يساوينا؟ راح يساوينا الداتا اللي موجودة على الأنبوت الأول. عندنا I0 هنا رامزي لها I0. الليفل الأول يمثل لنا ناتج القسمة الأول اللي ظهر 4، أي 4 ملتبلكسرز بالليفل الأول. نلاحظ الملتبلكسر الثاني 0 على السلكشن لاين، إذا الأوتبوت يساوي لنا الداتا اللي موجودة على الأنبوت الأول. الداتا هنا رامزي لها I2. الملتبلكسر الثالث السلكشن لاين إلى صفر، إذا الأوتبوت يساوي لنا I4. الملتبلكسر الرابع السلكشن لاين إلى صفر، إذا الأوتبوت يساوي لنا I6. نلاحظ الملتبلكسرز اللي موجودة بالليفل الثاني. الليفل الثاني يمثل لنا ناتج القسمة الثاني اللي ظهر لنا 2. تلاحظون إنه سلكشن لاين قيمته صفر، إذا الأوتبوت إيش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا الداتا اللي موجودة على الانبوت الأول. على الانبوت الأول عندنا يا داتا، عندنا I0، لأن الانبوت الأول يمثل لنا الأوتبوت للمالتيبلكسر اللي موجود بالليفل 1. إذا الأوتبوت لهذا المالتيبلكسر هو I0. عندنا المالتيبلكسر الثاني بالليفل 2، الS قيمتها صفر، إذا الأوتبوت إيش راح يساوي لنا؟ الداتا اللي موجودة على الأنبوت الأول. الداتا اللي موجودة على الأنبوت الأول يا هي الـ I4، اللي هي الأوتبوت للمالتيبلكسر الثالث بالليفل الأول. تلاحظون بالليفل الثالث عندنا السلكشن لاين يساوي لنا 1، إذا الأوتبوت إيش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا الداتا اللي موجودة على الأنبوت الثاني. الداتا اللي موجودة على الأنبوت الثاني هي الـ I4. إذا هذا التصميم يؤدي نفس الوظيفة اللي يؤديها الـ 8-to-1 multiplexer. نأخذ مثال آخر، construct 8-to-1 multiplexer using 4-to-1 multiplexer. نلاحظ أن الملتبلكسر المطلوب تصميمه يحتوي على 8 data input lines، والملتبلكسر المستخدم بالتصميم يحتوي على 4 data input lines. إذن نقسم 8 تقسيم 4 ناتج القسمة 2، نقسم 8 على 4 الناتج يساوينا 2. هل 2 أكبر أو يساوي الانبوت line للملتبلكسر المتوفر أصغر؟ إذن منقسم 2 مرة أخرى على 4. تلاحظون أنه أصبح عندنا 2 ملتبلكسر. إحنا نعرف أنه الملتبلكسر 4-to-1 يحتوي على 2 selection line، والملتبلكسر 8-to-1 يحتوي على 3 selection line. 2 ملتبلكسر اللي راح نستخدمهم نعطيهم selection line
S1 و S0. طبعا ال S0 هو الـ least significant bit. إذا عندنا بقى selection line S2 بالمالتيبلكسر 8 to 1. نستخدم الـ enable input. تلاحظون انه الـ S2 مربوطة الى الـ enable input للمالتيبلكسر الاول، الـ enable input للمالتيبلكسر الثاني. بالمالتيبلكسر الاول يتم تفعيله عندما يكون الـ S2 مساوية الى الصفر. بالمالتيبلكسر الثاني يتم تفعيله عندما تكون قيمة الـ S2 مساوية الى الواحد، لان تلاحظون اكو بوابة نط. اذا كانت الـ S2 واحد، الـ output البوابة يكون صفر، وبالتالي راح يتفعل المالتيبلكسر الثاني عندما تكون قيمة الـ S2 مساوية إلى الواحد. الـ output المالتيبلكسر الأول والثاني يتم جمعه ببوابة OR. تلاحظون أنه الناتج output واحد.